كونيتشيوا منا، اتمنى ان تكونوا باتم الصحه والعافيه. واليوم رجعت لكم بمقطع جديد يلي رح نتحدث فيه عن انمي مونستر، ولماذا انمي مونستر يعتبر من افضل الانميات من ناحيه الفلسفه التي قدمها. وبدون مقدمات طويله يلا بينا. أنمي مونستر يمثل الملحمة الفلسفية للقوة والنفوذ والأطماح الاستعمارية للبشر مع التنمر على الإنسانية. برع المانجاكا ناوكي أوراساو في رسم وتوضيح الجانب المظلم من الرغبات وأيضا الحزب النازي وبشاعة تأثيره على ألمانيا الشرقية، ولأي مدى قد ذهبوا لخدمة الريخ الثالث ومعبودهم المجنون أدولف هتلر من هذا الجانب. ومن الجانب الآخر الطبقة البشرية التي بين العلاج والموت والحياة، وأيضا عواقب مخالفة هذا القانون الدولي في صورة الطبيب النبيل دكتور كينزو تينما ومدير المشفى وابنته. واستطاع هذا الأنمي العظيم تقديم فلسفتين، وإحداهما هي فلسفة ومبادئ النازي، فقد استطاع تقديم التاريخ ومساوئ النازية بجدارة، وأيضا ردود أفعال البشر المختلفة اتجاه نفس الشيء المتمثل في يوهان وغريمر، ولكن على النطاق الأكثر مأساوية وما قد تستطيع الشرطة السرية النازية بلوغه لتجنيد وخلق أدولف هتلر آخر، وكيف أنهم استطاعوا تسخير دور الأيتام بشرق ألمانيا لتجنيد وغسل عقول الناشئين لتحقيق مبتغاهم الشرير للقتل وإشعال الحرب في أوروبا ولاجتمام رائحة القتلى والدم في كل أرجاء العالم، يعني في الشوارع والصحاري والريف والمستنقعات وفي كل شبر بالأرض المعمورة، حتى أنهم كانوا يقومون بالتجارب النفسية ليختبروا أقصى ما قد يتحمله العقل، والعقل بالكاد يستطيع التفكير. والفلسفة الثانية وهي عندما يكون الشر غاية وليست وسيلة، وأن يكون طموحك هو أن تظل آخر شخص يقف بالعالم حيث تنتهي البشرية. هذا الطموح لو تعلمون مخيف جدا تمثل في الشخصية الأكثر إخافة، وهو تشيكوسلوفاكي يوهان ليبيرت الوحش الذي ظل يبحث عن اسم الله، ولكن عندما وجد اسمه فقد هويته المرعبة المتنبئة له أن يكون الريخ الثالث القادم. واستطاع المانجاكا توضيح الأسطورة القصصية الفولكلورية بين قوسين الوحش بلا اسم، وتحكي القصة عن وحش عاش حياته يغري الأشخاص بالسلطة والصحة والقوة أيضا حتى يتمكن منهم في تلبسهم، ومع مرور الوقت يتغدى عليهم الوحش من الداخل، حتى وصل هذا الوحش إلى أمير مريض فوعده بالتعافي إذا منحه جسده. فرح الملك بهذا، ولكن سرعان ما بدأ الوحش بالداخل الأمير بالظهور، وكان أول ضحاياه هو الملك نفسه، وظل هكذا حتى التهم الوحش الأمير بالكامل وأصبح للوحش بالفعل اسم. ثم بعد ذلك قابل الوحش أخاه وقتله وبقي هو وحده في العالم. تصور قصة يوهان هذه الأسطورة حيث يمثل شخصية الوحش هو الشر والطمع والرغبة المقيتة، أما الأمير فهو يوهان ليبيرت الطفل الذي التهمه الشر من الداخل بفعل بشاعة النازية، وأما الملك هو عائلة ليبيرت الذي تبنت آنا ويوهان ونسبتهم لهم فقد قتلهم عندما سنحت له الفرصة، وأما أخاه الذي قتله في النهاية هي أخته التي يسعى للوصول إليها. وأما عن التهام الوحش له من الداخل فقد قالها يوهان حرفيا في عبارتين تدل إحداهما على تفاخر الوحش لما بلغه قائلا: انظر انظر لقد كبر الوحش داخلي إلى هذا الحد. وأما الأخرى كانت استنجاد بالطبيب تينما قائلا فيها: أنقذني الوحش الذي بداخلي على وشك الانفجار. وأخيرا قدرة الوحش تتمثل في نفادية يوهان وقدرته العقلية الخاصة بالإقناع والسيطرة والاستحواذ الذهني، وأيضا الرعب الذي يخلقه بداخل البشر مثل ما حدث خلال المكتبة الخاصة بالملياردير الألماني، وأيضا قدرته على إقناع هؤلاء السفاحين بقتل الآخرين. وفي النهاية أنمي مونستر يعد واحدة من أفضل الأنميات التي وضحت ظلم البشر، وأيضا بنيت أحداث مونستر على أحداث تاريخية حقيقية، وقد تشعر أنت أنه هذه الأحداث مرت عليك في يوم من الأيام، وأيضا لقد برع المانجاكا في إظهار الفساد والجانب المظلم من الجنس البشري.
وكان هذا هو كل شيء لمقطعنا اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، واخبروني تحت في التعليقات لو كان بدكم مثل هذا المقطع. وكان معكم أكرم تقال، دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام. شاب عادي بدايته عاش الطفولة زي أي طفل في هالكون، ما يهتم باللي يقول، الفرح كان عنوان والزعل لتفه أسباب، كان يزعل لما الوالد ما يشتري له ألعاب، يبكي لو إنه عن حضن أمه اختفى، يحس بالضياع حس نور الشمع انطفى، يبغى يكون بين أمه وأبوه دايم في بعادهم يحس.